أجل تحقيق طموحه ظل شاكر مصرا على القضاء على الجنرال كريم الذي يعتبر من أهم الشخصيات الوطنية. حاضر سيدي. جنرال كريم، حياتك في خطر، رجال الاغتيال بانتظارك في مكان الاجتماع الساعة 10، أرجوك عد فورا. صوت جمان. توقفي، لقد سمحنا لك بالغناء حتى يعزف السيد عبد القادر على البيانو. لو سمحت يا سيدي، قدر الموقف واتركنا حتى الساعة 10. لا، ماذا تفعلون؟ أرجوك أعطيها فرصة أخرى. توقفوا وإلا سأطلق النار عليكم. أنت؟ لقد كانت مخاطرة رائعة يا سيد عبد القادر، إن من يستمع إلى الراديو سيتعرف عليك مباشرة كموسيقي نابغة وعلى أغنية زهرة الجبل. عد من تلك الطريق التي سلكناها. ولكن ماذا عن الاجتماع الهام يا سيدي؟ سأعتذر عنه فيما بعد، لا أريد أن أسبب له المشاكل من أجل مقابلتي. إنه رجل مميز وسيكون له شأن كبير في المستقبل. إذا حدث شيء له سأكون قد حرمت هذا الشعب شخصية فذة. لاحظنا؟ ترى هل سمعني؟ تحركي! لا تعامل الفتاة بقسوة. ماذا تنتظران؟ هيا بسرعة. أمرك. لا تقلق، المطلوبان هما أنا وشجاع فقط، اطمئن. لا تأخذ الأمور بسهولة، إذا ألقي بكم في معتقلات الأعداء فمن المؤكد أنكم ستقتلون، وإذا كنتم لا تريدون هذا اسمعوني وافعلوا ما أقول. قريبا سنمر عن الجسر، وحين أصل الجسر سأبطئ السير، عندها ألقوا بأنفسكم في النار. ماذا تقصد؟ لم أقصد شيئا، هذا رأيي. إذن هل تريد مساعدتنا؟ لكن لماذا؟ حسناً، لأنني رجل ساذج لا أستطيع أن أوضح أكثر، وأنا أطاردكم لا أعرف ماذا أقول. بدأت أفكر أنه يتوجب علي ألا أترككم تقتلون على يد الأعداء. هذا هو كل ما عندي. شكراً جزيلاً. لا تشكريني آنستي. النهر أمامنا الآن، بعد أن يقفز الاثنان اللذان في المقدمة سيأتي دورك.
وصلنا الجسر، استعدوا للقفز. عامر ساعدهم. بسرعة. لقد نجحا، والآن جاء دورك. حنان جمان، أنت تحبها وأنت أيضا. أنا أحبها. لا تتركوا أحدا يهرب. لنا من خدعة فاشلة. ربيع، أنا بخير. أيها الغبي الأحمق. لم أفعل شيئا صحيحا أبدا، ارتكبت حماقة أخرى سيدي. اخرس. لن توقف. جنرال كريم. العم كريم بخير. جمان، الحمد لله أنك بخير. أنا مدين بذلك لك. ألا تخرج من هذا المكان حيا؟ abbi cura di te, zio Henry. Anche tu, Judy. Torna presto a casa. Certo. كي أنجو. هذا ما يجب أن نقوله نحن لك. أخشى أن تصبح الظروف أقسى مما هي عليه الآن. لن أدعك تخرج من هنا يا كريم. كريم.
طالما أن هناك أناسا شرفاء فلابد أن يكون هناك حب، لذلك جمان يجب أن لا نسمح للأضواء المزيفة أن تزيغ أبصارنا. سأكرس حياتي التي أنقذتموها من أجل خدمة وحرية بلادي. حرية حرية. لا تكن متهورا يا شجاع أرجوك. هذا ما كنت أريد أن أقوله لك. سأراك مرة أخرى جومان. شكرا لكل ما فعلته. وأنت حسان اعتني بنفسك. اعتنوا بأنفسكم. شكرا لكما كثيرا يا سيد قاسم ويا سيد شجاع. الآن علي أن أودعكم. ها؟ ألا تريد أن تسافر معنا؟ سأعود إلى الجنوب. الجنوب؟ صحيح أن معاناتي ستكون كبيرة تحت الاحتلال، لكنه وطني، سأتابع تلحين أغاني المقاومة. ولكن عبد القادر، هل تعدني أن تظل إلى جانب جمان طول الوقت لتحميها؟ أعد. وداعا حسان. انتظر لحظة، أريد أن أحضر جمان لتودعك. لا، ودعها نيابة عني. الدنيا تسخر منا يا حنان، أحيانا تجد أحلامك تتحطم على يد من تريد أن تقاسمه هذا الحلم. لا أحد معي الآن. هذا هو الشيء الوحيد الذي بقي لي. الصياد يضحي بحياته كي يحصل على صيد جميل كالسلطة أو الجمال أو المال إلى آخره. لكنك صرت في طريق الخطأ. ليس لدي ما أخسره الآن، وها أنا ذاهب لأبدأ الحياة من جديد. آه.
الرائعة. سوف أحمي جمان مهما تكن الصعوبات. أيلول عام 1982 وبعد حصار دام أكثر من 3 أشهر دخلت القوات الغازية العاصمة فارتكبت المجازر وعاش الناس ظروفا قاسية تحت الاحتلال. ولم يتوقف شبح الحرب بل اندلعت الحروب الصغيرة في كل مكان. لكن الناس ظلوا يأملون أن تذهب الحرب ويزول الاحتلال ويعود الثلج الجميل كي يغطي كل مكان في هذا البلد الذي كان وما يزال قبلة الأنظار وموطن الجمال. L'Alpen Rose, il rododendro, cresce sulle montagne ad alta quota. Nonostante l'aspetto delicato, resiste al vento e alla neve, e con la sua bellezza riempie di gioia il cuore di chi si spinge fin lassù.